ويبدو أن الغرباء قرروا إطلاق صاروخ آخر على الأرض، ولكن لا يعرف. يا سيادة الوزير، أرجوك قم باتصالاتك، يجب منع هذه السفينة من إطلاق هذا الصاروخ الثاني. يا دكتور علوان، نحن لا نريد غضبه منك، وزارة الدفاع لا تريد أن تقوم بأي عمل عسكري ضده حتى ترى ما يريدون. يا سيادة الوزير، إن هدفهم قتل كل كائن حي على وجه الأرض. أرجوك يا سيادة الوزير، بلغ القيادة أنهم إذا أطلقوا الصاروخ الثاني فإن ذلك سيعجل بنهاية الأرض. أرجوك. بلغتني معلومات الآن أن الصواريخ التي تطلقها السفينة الفضائية هدفها تدمير الحياة على الأرض. يجب منع الصاروخ الثاني من الانفجار في مجالنا الأرضي، هل تفهمني؟ مفهوم سيادة الرئيس، أي تعليمات أخرى؟ ربنا معاكم، قل الولاد يحافظوا على أرواحهم، مصر محتاجة لهم. تمام سيادة الرئيس، حاضر يا فندم، مع السلامة. يا أبطال، جاء اليوم الذي انتظرته فرقتكم الخاصة. عندما قررت القيادة المصرية تكوين هذه الفرقة، كان البعض يتعجب، ما الهدف من تكوين فرقة جوية للدفاع عن كوكب الأرض؟ وأين هم الغرباء عن كوكبنا الذين سيهاجموننا؟ والمهمة بالتحديد هي منع الصاروخ الذي ستطلقه مركبة الفضاء الغريبة من الوصول للمجال الجوي، والالتحام به وإلقاؤه في أبعد نقطة ممكنة في الفضاء الخارجي. ولتعلموا أنكم في أول مهمة في التاريخ للدفاع عن كوكب الأرض، لذلك فالقيادة حريصة على أن تتم هذه العملية بنجاح مع الحفاظ على أرواحكم. وفقكم الله، هيا يا نصور انطلقوا. النصر النصر أو الشهادة. تشكيل الطائرات، السفينة الفضائية تستعد لإطلاق الصاروخ. انفصلوا لمجموعتين وتعاملوا مع الهدف، يجب ألا يتم تفجير الهدف قريبا من الأرض. أكرر، يجب ألا يتم تفجير الهدف قريبا من الأرض. تم إطلاق الصاروخ، الدوران في نفس اتجاه الصاروخ، الالتحام به وتغيير اتجاهه بعيدا عن الأرض. ضاعف سرعة الطائرات ثم التحم مع الصاروخ، نفس. تم الالتحام، تغيير مسار الصاروخ مع الحفاظ على نفس السرعة حتى لا ينفجر. هلو سيادة الوزير. لا أبدا، الأولاد فرحون بنجاح المهمة التي قام بها أبطالنا. كلنا فرحون، لقد تم إحباط هذه المحاولة بناء على ما قلت، فلقد أبلغت سيادة الرئيس، ولكنه يحتاج إلى تقرير مفصل عن الموقف. الرئيس يبلغك تحياته ويقول لك لو احتجت أي فرق علمية تعاونك اطلبها. بالطبع سنحتاج، ولكن ليس الآن. الله معك يا دكتور علوان. شكرا سيدي، مع السلامة. مع السلامة. يبدو يا ميركش أن البشر بدأوا يفهمون ما يحدث، ويبدو أن هناك من يحول من تحقيق حلمنا في استعمار الأرض. أوامرك يا سيدي. أوامري لنعرف من هذا الشخص أولا، ثم نمحيه من على الوجود.